وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من باريس الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، ونبارك لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ولكم ولمملكة البحرين وشعبها هذا الفوز ببطولة مونبازر بفرنسا. ولكن ماذا يعني هذا الإنجاز الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة بفوز سموه ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكلمك أنا من مدينة مونبازير، من غابات مونبازير، من موقع قرية الغدرة في مونبازير بفرنسا، ولا زالت الاحتفالات بالفريق الملكي جارية، وأفراد الفريق الملكي يحتفلون بسمو الشيخ ناصر بن حمد. اولا اهنئ وابارك لسيدي صاحب الجلاله الملك البلاد المعظم هذا الانجاز الكبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد ولا سمو الامير سلمان بن حمد ال خليفه الذي حاضر وشارك ومتابع هذا السباق، وكذلك سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه المتابع لسمو الشيخ ناصر من انطلاقه هذا السباق فجر هذا اليوم. لم يكن هذا السباق سهل، كان مثل ما شفت بتغريدة السباق صعب، أجواء ممطرة، تضاريس، ظلام في انطلاقة في ظلام دامس، 6 مراحل من هذا السباق كانت كل مرحلة لها نوع من التحديات. سمو الشيخ ناصر لله الحمد اجتازها على أكمل وجه مع جواد إيفرست. جواد إيفرست هو النسخة الأخرى البطلة الذي خلقها سمو الشيخ ناصر وأنشأها سمو الشيخ ناصر ويشرف على أداء سمو الشيخ ناصر ما بعد داركو. كان كل من كان يقولون أن لما داركو لم يشارك حظوظ سمو الشيخ ناصر بسمة قليلة، سمو الشيخ ناصر خلف هذه التوقعات. أحب أن أبين لك أن سمو الشيخ ناصر الفارس العربي الذي يحقق هذه البطولة على رأس يعني سنتين متتاليتين أو دورتين متتاليتين، هذه لم تحصل في عالم سباقات القدرة بالنسبة للفرسان الدول العربية. لله الحمد مشاعر مختلطة من الفرح من السعادة، أهنياً لمملكة البحرين بوجود بطل مثل سمو الشيخ ناصر نعيش أيامنا معه. أمانة يعجز اللسان عن ذكر سمو الشيخ ناصر والشكر لسمو الشيخ ناصر. هذا الرجل قدر على تحدي صعوبات حمية صعبة اللي بحيث اللي مارسها. اليوم شفنا سمو الشيخ ناصر مع جميع الفرسان في نفس الوزن، وزن 75 كيلو. بنية سمو الشيخ ناصر ممكن ما كانت يمكن تساعده، إنما قدرته والتحدي نفسه في هذه البطولة أن يضع نفسه في الوزن المطلوب. فلله الحمد وفقنا ووفق سمو الشيخ ناصر، وهناك أفراد الفريق الملكي أيضا في تتابع في إكمال السباق إن شاء الله، وإن شاء الله نكون أيضا هناك ميدالية ذهبية أو فضية تكون لمملكة البحرين على مستوى الفرق. وجود سمو الشيخ ناصر أمانة بالذهب يعني كافي وشافي للتعب اللي احنا تعبناه وللتخطيط اللي وضعه سمو الشيخ ناصر من طلاقته لتجهيزه لهذه البطولة. نعم، نبارك لكم هذا الفوز مرة أخرى ولسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. من باريس الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة، شكرا جزيلا لك.